السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتكم قناة مامي الذردة. أول حاجة كنشكر جزيل الشكر المنتخب الوطني، فرحنا ودخل البهجة والسرور لكل بيت مغربي بل كل بيت عربي في جميع أنحاء العالم. شكرا 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 بزاف للفريق الوطني، جبرتي بخاطرنا، الله يجبر بخاطرك. واليوم موضوع ديال اليوم هو التعرف على النباتات المزهرة أو غير مزهرة والصباريات كذلك، بحال اللي كتشوفوا أمامنا. هذه الألويفيرا، والألويفيرا غنية على التعريف، مؤخرا دارت ضجة في مواقع التواصل على الإفادة ديالها الكبيرة، وحنا اللي كيهمنا هو النبتة. الإفادة نخلوها للناس المهتمين، الناس اللي متبعين الأطباء، اللي متبعين التغذية، وهداك الشيء حنا ما غندخلوش في شي حاجة بعيدة علينا. واللي أمامنا أيضا الكالانشو، هاد الكالانشو طويلة الفترة الإزهار ديالها، عندها واحد الفترة الإزهار ديالها طويلة، تعطيك الأزهار جمال رائع في الفترة التي لا تزهر، فجمال الأوراق لا يقل عن جمال الأزهار. وهذه سوطولين أو الشيح، فهو نبات عطري، نبات جميل، كيطرد تيطرد البلاصة اللي كيكون فيها، ما كيخليش دوك الحشرات، كيطردهم الناموس وغيرهم وغيرها. وأيضا هذه أعتذر، هذه اللي داز دابا هي لافوند حزامة، هي نبات عطري أيضا بحال الشيح. الشيح هو غنشوفوه من بعد، هما كيتشابهوا حيت لا بلونت صغيره كتشابه. هذه لا جيغاتوم، هادو كلهم نباتات تزهر، نباتات شتويه، كتكون كتحمل البرد، فتره تاع البرد. وكما كتعرفوا جميع في فتره البرد جميع النباتات تدخل في السكون وكيكون نمو بطيء. هذا نبات غني عن التعريف، اليازير الغمغه، كل واحد في المنطقة ما عرفت باش كيسميك، وحنا كنسموه عندنا هنايا في الدار البيضاء اليازير. هذا هو سنطولين الشيح، حتى هو نبات مزهر كما قلنا، كيطرد الناموس. هاد النبتة هاد اللي عندها اللون الأحمر، الاسم ديالها هو الترنونطيرا، الترنونطيرا. هاد الترنونطيرا كدير كوم كوفغ سول، زوينه، كنكوفريو بها للصول، وكنضيفوا ليها واحد، كنغطيو بها التربه، وكتضيف لنا واحد الجمال. والوسط كنديروا دي بوكي دي زاربيس، كتعطي واحد الجمال رائع. وهادو نباتات كلها مشمسه، كتطلب الاشعه تاع الشمس، يعني نباتات خارجيه. هذا الغوزي، الورد الجوري، والورد الجوري حتى هو في فتره البرد كيكون عكزان، والوراق ديالو كيتأداو للحطانه. لانطانه كامارا فيها واحد الريحه جميله، هاد لانطاره كيحبوها فراشات، وداك النحل كيعجبها، كتعجبهم بزاف لانطانه كامارا. هادي جيرينيوم، هادي 60 غراميني، كتعرفوا لا فلوريزون اللي كدير واحد ليبي زوينه هادي، وكنقدروا نرافقوها، كنقدروا نزينوا بها المزهريات بحال فلور كوبي، زوينه هاد. من بعد نشاركها معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الفينيسيتوم غوج، هذا راه هو غراميني، حتى هو كيجي زوين. هاد البينيسيطون كيجي من فوق النباتات اخرى. اللي كيميزو هو هاد اللون، اللون ديال هاد الوريقات ديالو، وايضا هاد السبوله هادي ديالو.
نكتفيو بهذا القدر لاول مره كيشوف هذا الشريط، ما يبخلش عينا باللايك والاشتراك. نتوما المتتبعين ديال القناه كنقول لكم شكرا جزيلا، شكرا لتعليقاتكم المحفزه، وشكرا لتواصلكم الدائم، وكنتمنى من كل قلبي دعمونا باللايك والاشتراك باش نزيدوا القدام ونعطوا الافضل والاحسن. والصلاة والسلام على خير البريه.